طبعا على مدار الايام الماضيه كنا بنتابع زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا، وهو الحقيقه انهى بالامس هذه الزياره، وكانت زياره ناجحه. وبنقول ناجحه مش لان احنا في الاعلام المصري بنوصفها، ولكن لانه حتى جدول الاعمال عندما طرح وملخص الزياره والاتفاقات والاجتماعات الثنائيه بينه وبين انجيلا ميركل، اعتقد ان هي واضحه جدا. الحقيقه انه منذ بدايه وصول الرئيس هناك في استقبال يليق برئيس جمهورية مصر العربية. والحقيقة أنه فكرة ألمانيا نفسها، وهقول لكم ليه ألمانيا نفسها، لأنه لو حضراتكم تفتكروا كده، يعني ألمانيا كانت من الدول اللي بعد 30 يونيو قالت علينا انقلابيين وشعب ينقلب على بعضه كده وحاجات كده، وكانت من الدول الحقيقة اللي كانت واخدة موقف إلى حد كبير رافض لثورة الشعب المصري في 30 يونيو، لكن فيما بعد تأقلم المجتمع الدولي كله على رغبة الشعب المصري، رغبة الشعب المصري في التخلص من حكم جماعة إرهابية حكمتنا لمدة عام. ظهرت قطعا كل النوايا السيئة في إدارة شؤون هذه البلاد، وعرفنا يعني باليقينا كده بالأدلة الدامغة أنها كانت جماعة للعشيرة والأهل، وليست جماعة لجموع المصريين. الزيارة دي، زيارة الرئيس لألمانيا، كان فيها برنامج عمل مكثف انقسم لشقين. كان الأول زيارة لألمانيا نفسها، الرئيس عقد عدة لقاءات سياسية مهمة جدا، يمكن كان في مقدمتها قمة مصرية ألمانية جديدة مع المستشارة أنجيلا ميركل. ويعني الريفلكشن كده أو الانعكاس اللي تشوفه من هذه الزيارة أنه في اتفاق وتوافق ناحية عديد من القضايا الحيوية في مجالات مختلفة، مجالات سياسية عسكرية اقتصادية، مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، كل دي نقاط مهمة جدا. وعقد برضو لقاءات ثنائية مكثفة مع رئيس جمهورية ألمانيا ومع رئيس البرلمان الألماني في المقر التاريخي للبرلمان. كان في كمان لقاءات ثنائية الحقيقة مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ومع وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والطاقة والتعاون الألماني الإنمائي عفوا، وشفنا حتى مجموعة من الوزراء المصريين كمان اللي كانوا مع الرئيس. على الشق الاقتصادي، وده طبعا يهمنا جدا طول الوقت، الجانبين المصري والألماني كان في طبعا عقد لمائدة مستديرة للرئيس السيسي مع مجموعة من الشركات الألمانية. وألمانيا مش محتاجة ان احنا نقول انه لديها كبريات الشركات في العالم، يعني معروفة ألمانيا بشركاتها بإنتاجها بالماس برودكشن اللي عندهم، وبالتالي عقد شراكات استراتيجية اقتصادية مع ألمانيا هو في حد ذاته الحقيقة مكسب كبير جدا. في كلام على استثمارات في مصر أو اللي ممكن تكون الشركات الألمانية دي لسه عايزة تدخل السوق المصري. الرئيس لغاية دلوقتي في لقاءاته مع الشركات الاستثمارية دي ومع المستثمرين لما حتى بيسافر بره أو بيجوا بيقابلهم، لغاية دلوقتي بيشرح القوانين الجديدة اللي اتعملت. ما هو احنا برضو السنتين اللي فاتوا، عشان برضو لو احنا كتير الحقيقة يعني، وحتى احنا في الاعلام كتير قوي نطلع نهاجم البرلمان، مش نهاجم البرلمان يعني، بس كتير نقول طب القوانين الفلانية دي ما تكلموش فيها ليه، طب احنا محتاجين تشريعات في ده، يا برلمان انت ساكت على ايه. ما هو في حاجات برضو بتمس حياتنا مهمة، وبنبقى طول الوقت مستنيين انه يتعمل لها تشريعات معينة وتاخد دورها واهميتها في البرلمان المصري. لكن على الجانب الاخر، قانون الاستثمار بلائحته التنفيذية، قانون التراخيص الصناعية، قانون الإفلاس، ما كل دي قوانين على فكرة مذاكرتها وصدورها صعب، وبالتالي كانت مهمة. والرئيس لغاية دلوقتي في لقاءاته دي بيشرح ويقول ان احنا القوانين دي بقت بالفعل موجودة وبقت بتطبق، وانه اي مستثمر هيجي مصر بإذن الله هيلاقي مش بس الأمن والأمان، هيلاقي كمان السهولة في الدخول للسوق المصري والسهولة في الخروج منه إذا ما أراد ذلك في أي وقت. الشق الثاني في الزيارة كانت طبعا مشاركة الرئيس في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة، أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، وده كان في إطار مجموعة العشرين. دي كانت دعت ليها أنجيلا ميركل الحقيقة لتاني سنة على التوالي. ضمت 11 بلد، كان فيها مصر والمغرب، تونس، إثيوبيا، رواندا، كوت ديفوار، غانا، غينيا، السنغال، يعني فيها مجموعة من الدول. تعالوا نشوف مع بعض كده فيديو قصير فيه ربما أبرز المحطات في هذه الزيارة. هي زيارة مهمة في توقيت مهم، ألمانيا قطعا من أقوى دول الاتحاد الأوروبي ولها اقتصاد مهم جدا، وزي ما بقول لحضراتكم حتى لو في أمور مش هنتكلم فيها دلوقتي، لكن بطبيعة الحال احنا عارفين انه ألمانيا كانت من الدول اللي في البداية رفضت ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، لكنها بعد ذلك عندما رأت الجدية في بناء هذا المجتمع ورأت انتخابات ديمقراطية حرة ورأت الصعوبات اللي متوجه اللي موجودة قدامنا،
ورأت طبعا كمان الإرهاب الشرس اللي احنا ما زلنا بنحاربه حتى اليوم، احترمت إرادة الشعب المصري وأصبحت الآن تتعامل مع مصر بما يليق بمكانة مصر. تعالوا نشوف مع بعض هذا الفيديو. منتدى شباب العالم اللي كلنا بنتكلم عنه دلوقتي، بنتكلم عنه ليه؟ بنتكلم عنه لأنه حدث محترم، لأنه منتدى كبير وله قيمة، لأنه منتدى بدأ بفكرة من الشباب، نظموا مجموعة من الشباب، أطلقوا العام الماضي، أنا بتكلم طبعا منتدى الشباب العالمي اللي هو منتدى شباب العالم اللي ده تاني انعقاد ليه بإذن الله، نفذ بأيدي شباب، بيتابع من قبل شباب، وحتى إدارة الندوات المختلفة فيه الحقيقة كلها من الشباب. الفكرة في حد ذاتها الحقيقة لما حصلت السنة اللي فاتت ومجموعة الشباب وشرحناها كتير، يعني مجموعة الشباب قالوا للرئيس احنا عايزين نعمل منتدى الشباب، منتديات الشباب اللي هي الدورية اللي الرئيس بيعملها بشكل دوري في كذا محافظة من محافظات مصر، قالوا له احنا عايزين ندعو مجموعة من شباب العالم يجوا، عايزين نفتح open communication ما بيننا وما بين شباب العالم عشان نتكلم مع بعض، عشان الشباب حول العالم يتكلموا في أبرز القضايا، يتكلموا عن أطروحات مختلفة، يطرحوا آرائهم في كل حاجة، سياسة واقتصاد ورياضة واهتمامات مختلفة، سوشيال ميديا، كل الكلام ده بقى وأكتر بيتم ترجمته في شكل ندوات بما فيها محاكاة لمجلس الأمن ومحاكاة لمجلس الوزراء على شكل مصغر، وكل الكلام ده بيتم بقى عقده في شكل ندوات كثيرة جدا خلال أيام منتدى شباب العالم. السنة اللي فاتت الحقيقة كانت الفكرة ناجحة جدا وانطلقت بنجاح جدا، وليه بنقول برضو بنجاح؟ لأنه انت أصلا فكرة ان عندك مجموعة من شباب في كل دول العالم، من كل دول العالم تقريبا، الشباب دول طول ما هم موجودين عندك هنا هم بيتكلموا عن المنتدى، واللي أهم بيتكلموا عن شرم الشيخ، بيتكلموا عن مصر، اسم مصر انه يعود مرة أخرى يتصدر مواقع سوشيال ميديا ويبقى موجود في كل مكان، انها مكان مش بس جاذب للسياحة ولا جاذب للاستثمار زي ما كنا بنتكلم، لا ده هو كمان مجال
خصب جدا ومستوعب جيد جدا لأفكار الشباب، لطموحات الشباب. دي في حد ذاتها الحقيقة حاجة محترمة جدا. منتدى شباب العالم هيبدأ إن شاء الله في شرم الشيخ، طبعا كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالفعل متواجدين في شرم الشيخ. الشباب بقى كلهم 5000 شاب من مختلف أنحاء العالم من 109 دولة هيكونوا أو بالفعل هم موجودين، هيبدأوا إن شاء الله يوم السبت بعد بكرة الافتتاح، وعلى مدار 3 أيام لغاية 6 نوفمبر. دي كلها صور تجهيزية يعني بري أوبننج كده قبل الافتتاح، فيها البريبريشنز التحضيرات وفيها التجهيزات، والشباب قاعدين بيعملوا محاكاة بيجربوا.